ربنا موجود. كلنا بخير. يسأل في عبارة مولود غير مخلوق التي قيلت عن السيد المسيح في قانون الإيمان، وبيقول ما الخلاف بين خلق آدم وتجسد المسيح؟ طبعا خلق آدم اتخلق من تراب ونفخ فيه الرب نسمة حياة. بالنسبة للسيد المسيح يعتبر مولود لأنه من نسل الإنسان، عشان كده بيقول لقبه ابن الإنسان، مولود من العذراء مريم ومن الروح القدس. ففي طبيعته البشرية إنه نسل الإنسان الأول اللي هو آدم وحواء لكي يحمل خطية وعقوبة آدم وحواء. لكن آدم ما كانش فيه في تركيبه في خلقه أي خليقة بشرية أخرى، ده هو البشر الأول. أما عبارة مولود غير مخلوق فدي من الناحية اللاهوتية، من الناحية اللاهوتية مولود من الآب قبل كل الدهور وغير مخلوق، لكن من الناحية الماسوتية تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. واحد بيقول في قتل كل أطفال بيت لحم 144,000 طفل، بيقول أين كان التلاميذ الاثناشر أو السبعين في ذلك الزمان؟ ألم يكونوا قد ولدوا بعد، أم أن السيد المسيح حفظهم جميعا، علما بأن أحد الآباء في الرهبان في عزته قال لنا لم ينجوا من الذبح سوى يوحنا المعمدان ونسنائيل فقط. هو هيرودس قتل أطفال بيت لحم، ما قتلش كل أطفال العالم اليهودي كله، ده أطفال قرية بيت لحم. إن المسيح ولد في بيت لحم، كتير من التلاميذ كانوا أكبر من المسيح في السن، زي بطرس مثلا، وفي أصغر منه بكتير في السن زي يوحنا. فمن ناحية السن في ناس اتولدوا بعد كده وناس مولودين قبل كده، ومن ناحية البلاد في كتير مش مولودين في بيت لحم اليهودية، فاللي قتلوا قتلوا أطفال بيت لحم. واحد بيقول البعض يقول ان ابونا ادم خلق من روح الله، محدش قال كده، انت جايب الكلام ده منين؟ خلق من التراب، والسيد المسيح ولد بروح الله، الروح القدس ساعد في عملية تكوين جسد المسيح، لكن اخذ جسده من العذراء مريم. يا ابني مش كل حاجة تقراها تحطها في مخك.
واحد بيقول ما تفسير المنارتين والزيتونتين القائمتين امام رب الارض في سفر الرؤيا؟ كلمة منارة بترمز للكنيسة في كثير من الأوقات، وكلمة زيتونة بترمز أيضا للكنيسة. زيتونتين يعني كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد. واحدة بتقول أنا سيدة متزوجة ولي طفلان، وزوجي يمتلك سيارة أجرة ويدفع أقساط شهرية ليعمل عليها لزيادة الدخل، ولكن بسبب حالته النفسية والصحية لم يقدر على العمل بما يكفي مصاريف البيت، وهو يدبر مبلغ للقسط الشهري وأنا بسحب من هذا المبلغ لإحتياجات الأطفال زي الدروس بدون علم، وأنا حيران خايف أقول له الحقيقة، وهل هذه خطيئة أم لا؟ طبعا خطيئة، تاخد فلوس بتاعت زوجك اللي حاططها لغرض معين بدون اذنه. طب افرض اكتشف الحقيقة واللي قصت ما اتدفعتش وخدوا منه العربية؟ لا يا بنتي لا، طريقتك دي مش مظبوطة. ما تاخدش فلوس من زوجك بدون اذنه، لا، وخصوصا اذا كان فلوس محجوزه لغرض معين. واحد بيقول عند وفاه احد الاقارب في بعض مناطق الصعيد في فتره الاربعين يوم الشبان يطلقون اللحيه يربط امهم، يعني هل لها مبرر في الكتاب المقدس؟ لا طبعا. هو في ناس يعني من ناحيه الحزن ما بيحلقش دقنه على اعتبار ان حلق دقنه نوع من الوجاهة والتزين، وهو حزين فبيسيب شعر لحيته. كلام يعني لا ود ولا جاه. الحزن يكون حزن في القلب، مش الحزن ان هو يطلق لحيته. طب يعني لما ينتهي الاربعين يوم ويحلق دقنه ويبقى بطل حزن على قريبه وخلاص بقى فرحان؟ ملهاش معنى. واحد بيقول أرجو التكرم بتوضيح معنى فتيلة مدخنة لا يطفئ. يعني مهما كان الإنسان ضعيف ربنا بيديله فرصة ربما يتصلح بعد شوية، زي ما تكون فتيلة مدخنة يمكن يجيلها شوية ريح أو شوية هواء تشعلل شوية، فصاحبها ما بيطفئهاش، بيترك ليها رجاء انها جايز تتصلح فيما بعد. دي قيلة عن السيد المسيح انه كان ما بيقطعش رجاء اي انسان مهما كان ضعيف. واحد بيقول ايه معنى الفاظ الحبر الجليل ونيافة ومثلث الرحمات اللي تطلق على المتنيحين من الاباء الاسقف والبطار؟ مثلث الرحمات يعني مش رحمة واحدة بس تقول الله يرحمه، يعني بيرحمه بالتلاتة مثلث الرحمات. نيافة فيها كلمتين، احنا بنقول افنيب بشويس، افنيب يعني السيد، ونيب بتنطق نيف او نيب يعني سيادة، وساعات نيافة بتطلق بمعنى الكثرة، ينوف عن كذا يعني يزيد، يعني نوع من الزيادة في الاحترام. يعني الحبر بتطلق على رجال الإفليروس، فهو حبر يعني رجل من رجال الدين الجليل معروفة، نيافة يعني الزائد في احترامه أو السيد.
بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أريد أن أحدثكم عن نبوءة خاصة بالسيد المسيح في رسالته، وهي التي وردت في إشعياء النبي إصحاح 61: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعبق وللمأسورين بالإطلاق. طبعا السبب الأول والأساسي للسيد المسيح في مجيئه هو الخلاص والفداء، ولكن بالإضافة إلى هذا كانت هناك أغراض أخرى من تجسده، من ضمنها هذه الرسالة: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. دايما السيد المسيح يقف إلى جوار المساكين. الشخص الجبار العنيف القاسي ربنا ما يقفش جنبه، دايما الى جوار المساكين والمأسورين والمسبيين والضعفاء. يعني لما تشوفوا في قصة العشار والفريسي، تلاقوا العشار المنسحق القلب المنكسر القلب الضعيف المعترف بخطاياه، تجد ربنا واقف جنبه وخرج مبررا دون ذلك الفريسي المفتخر بذاته اللي كان بيدين غيره وبيقول: أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة، ولا مثل هذا العشار. قيل إن هذا العشار خرج مبررا دون ذلك. أيضا في قصة سمعان الفريسي الذي دعا المسيح إلى بيته، ودخلت امرأة وقبلت قدمي المسيح وبللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، والفريسي انتفخ في داخله وقال: لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها إنها لخاطئة. وقف ربنا مع هذه المرأة الخاطئة ضد هذا الفريسي المتكبر، وأراه أنها كانت أكثر منه كرما وحبا وتوبة. دائما ربنا يقف إلى جوار المساكين. هو لما بيقول لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللمسبيين بالعتق وأبشر المساكين، في الأصل كان لها معاني أخرى. يبشر المساكين اللي هي البشرية المسكينة العاجزة عن خلاص نفسها، الواقعة تحت حكم الموت بسبب خطاياها، جاي يبشرهم يقول لهم كما قال الملاك للرعاة: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب،
إنه قد ولد لكم في بيت داود مخلص هو المسيح الرب. يبشر المساكين اللواعين تحت حكم الموت، وأيضا بيبشر المساكين الذين يجهلون الله ويجهلون معرفته، الذين ضللهم الكتبة والفريسيون القادة العميان وأعطوهم فكرة عن الدين مش مظبوطة. فجه يبشر هؤلاء المساكين ويديهم بشارة طيبة هي الإنجيل. جاي يبشر البشرية التي فقدت الصورة الإلهية، وإن يقول لهم رجعت هذه الصورة مرة أخرى. جاي يبشر المساكين اللي من هؤلاء النوع، بل جاي يبشر أيضا الآباء الذين رقدوا في الجحيم على رجاء القيامة، وكل واحد بيقول لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. جه يبشرهم ان باب الفردوس قد فتح، وانهم هينقلوا من الجحيم الى الفردوس الى يوم القيامة. بل جه ايضا يبشر اللص المصلوب معاه بانه لا يأس، وانه حتى لو وصل لاخر لحظة في حياته على الصليب ممكن ان يخلص، ويقول له اليوم تكون معي في الفردوس. جه ربنا يبشر المساكين، يبشر ايضا المضغوطين والتعبانين، كما قيل في سفر الخروج حسبما أذلوهم هكذا نموا وانتشروا. الناس اللي كانوا في عصر القضاء تحت أحكام صعبة جدا، كان ربنا بينظر إلى مذلتهم ويرسل لهم مخلصين، لأنه دايما مع الغلابة. عايز تبقى ربنا يكون معاك، بلاش تبقى متكبر او متعجرف او قاسي، خليك طيب ومسكين يكون ربنا معاك. ده اول التطويبات الطوبة للمساكين بالروح، لان لهم ملكوت السماوات وحتى على الارض. في ايام موسى وفرعون ربنا قال انا نظرت مذلة شعبي، لأنه بينظر إلى المساكين وعمل على إنقاذهم. في قصة يعقوب وعيسو ربنا كان مع يعقوب المسكين الخائف من عيسو، ولم يقف أبدا إلى جوار عيسو الجبار اللي قال أقوم وأقتل أخي. كان مع يعقوب المسكين وظهر له في رؤية في سلم بين السماء والأرض، وقال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. كان مع هابيل المسكين ضد قايين القاسي، وقال لقايين صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. يعني معناها مش اتقتل هابيل ضاع دمه خلاص، لا، دمه هذا صارخ من الأرض ويسمعه الله. في قصة الغني ولعازر نشوف ان ربنا كان مع لعازر المسكين، ولم يكن مع ذلك الرجل الغني الذي هبطت نفسه إلى الجحيم، أما لعازر فحملته الملائكة إلى أحضان إبراهيم. ربنا
قيل عنه عبارة عجيبة، ان الرب يقاوم المستكبرين اما المتواضعون فيعطيهم نعمة. الرب يقاوم المستكبرين. في ايات عجيبة تلاقوها في اشعياء 2 بيقول ان لرب الجنود يوما، ان لرب الجنود يوما على كل متعظم وعالي وعلى كل مرتفع فيوضع، وعلى كل ارز لبنان العالي المرتفع، وعلى كل بلوط باشان، وعلى كل الجبال العالية، وعلى كل التلال المرتفعة، وعلى كل برج عالي، وعلى كل سور منيع، الى ان يقول فيخفض تشامخ الانسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. كل الحاجات دي، الجبال والارز والحاجات دي، رموز، رموز للناس الذين يرتفعون. لكن الرب دايما يأتي ليبشر المساكين. دايما الناس اللي عايشين في رفعة وفي قوة وفي عظمة وفي غنى ما بيفكروش انهم محتاجين لربنا حتى، وينظروا انهم يطلبوا اسم الله. لكن دايما المساكين يطلبون الله باستمرار ان يكون معهم. عشان كده بيقول مسحني لأبشر المساكين. الناس اللي ارتفعوا في برج بابل العالي شتتهم الله وبلبل ألسنتهم، لأنهم ما كانش ليهم اتضاع قلب. في قصة ليئة ورحيل أيضا، ربنا كان إلى جوار ليئة المسكينة الضعيفة العينين التي لم تجد دالة عند زوجها يعقوب، وأعطاها نسلا أكثر من أختها رحيل، وعزى قلبها، لأن ربنا بيبشر المساكين. تلاقوا الأمم الذين افتخر عليهم اليهود واعتبروا أن هم شعب الله، والأمم دول لا قيمة لهم وليس لهم الملكوت، وأنهم غرباء عن رعوية الله وعن عضوية بيت الله. ربنا افتقدهم وأعطاهم نعمة، وقال لبولس الرسول ها أنا مرسلك بعيدا إلى الأمم، وقال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا. وقال لليهود المفتخرين، قال لهم على الأمم يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم في ملكوت الله، بينما بنوا الملكوت يطرحون في الظلمة الخارجية. يقصد بنوا الملكوت المتعجرفون بأنهم بنوا الملكوت. وامتدح قائد المئة في إيمانه وقال لم أجد في إسرائيل كله إيمانا مثل إيمان هذا الرجل. دايما ربنا يقف إلى جوار المساكين، يسندهم لأنهم يحتاجون إلى قوته. وهكذا امتدح إيمان المرأة الكنعانية، جئ مسحني لأبشر المساكين. المساكين أيضا ممكن تطلق على المرضى،
يعني كان المسيح يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، وكان مع المساكين الذين لا علاج لهم، زي الرجل اللي بقاله 38 سنة مطروح لا يجد من يلقيه في البركة، زي المشلولين المفلوجين المصروعين من الشياطين، العرج العمي الذين يظنون أنه ليس لهم خلاص. المساكين دول زي اللي بيقول في المزمور الثالث: كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لي ليس له خلاص بإله، وأنت يا رب هو ناصري مجدي ورافع رأسي. دايما ربنا كان مع هؤلاء الناس. كان ايضا مع المساكين روحيا، الخطاه اللي مش قادرين يتخلصوا من خطاياهم، ولذلك نجد ان اصحاح واحد كله كان على قبول توبه الخطاه في لوقا 15. قال: مثل الابن الضال وكيف قبله ابوه فرحا وأولم له وليمة وذبح له العجل المسمن وألبسه خاتما في أصبعه، بينما أخوه المتكبر المتعظم الأخ الكبير لم يكن مع الله ولا مشيئته موافقة لمشيئة ربنا. خليك أنت دايما ضمن الناس الغلبانين عشان ربنا يكون معاك. بيقول: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. طول ما انت تظن انك انت الإنسان البار والتقي والقديس والناس الباقيين خطاة ووحشين، وتشهر بده وتشهر بده وتشهر بده، ربنا ما يكونش معاك. ربنا جاء لكي يقف إلى جوار المساكين ولكي يدعو الخطاة إلى التوبة. ولذلك ربنا كان مع زكى العشار، وبين كل الآلاف المحيطة قال: اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، وقال له: ينبغي أني أتعشى اليوم في بيتك. ليه؟ لأن ربنا ده إله المساكين، دايما يقف إلى جوار الناس اللي محتاجين إلى نعمته ومحتاجين إلى قوته ومعترفين بخطيته. وقف إلى جوار مريم المجدلية التي أخرج منها 7 شياطين والتي شكت في قيامته 3 مرات. وقف إلى جوار المرأة التي ضبطت في ذات الفعل ووبخ الذين قبضوا عليها وأرادوا رجمها، وقال لهم: من منكم بلا خطية فليقذفها بأول حجر. ليه؟ لأن هم كان عندهم قساوة قلب، لكنه وقف إلى جوار المساكين. عشان كده حتى في الصلاة في إنسان بيصلي بافتخار وإنسان بيصلي بمسكنة قلب. يصلي بمسكنة قلب، يقول: رفعت عيني إليك يا ساكن الجبال، ها هما مثل عيون العبيد نحو أيدي مواليهم، ومثل عيني الأمة نحو يدي سيدتي. الإنسان اللي يقف أمام ربنا ويقول له: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ده اللي يقف جنبه الله. لكن الإنسان اللي يقول: ده أنا خلصت من زمان، وأنا لما سفر
الحق يفتح وينده الأبرار، أسمع اسمي من هناك ينده. يعني أنت خلاص بقيت وسط الأبرار وتسمع اسمك. ربنا ما يحبش هذا النوع، يحب الإنسان المسكين في قلبه الذي لا يفتخر ببره، ومهما فعل كل ما أمر به يقول إنه من ضمن العبيد البطالين. لذلك وقف إلى جوار المرأة السامرية وهداها إلى طريق الخلاص، وهدى مدينة السامرة كلها، السامرة اللي كانت نجسة في نظر اليهود، وإن وقع ظل سامري عليهم يتنجس. راح وهدى مدينة السامرة وقال للتلاميذ: تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. دي طريقة ربنا أنه يقف جنب الناس المساكين اللي بيشعروا بخطيته، ولذلك كان بيحضر ولائمهم واختار منهم متى العشار ليكون واحدا من الاثني عشر. بس طبعا مش ضروري خطاه، يعني خطاه عايزين يتوبوا، خطاه عايزين يتوبوا. وقف ربنا مع المساكين العاجزين اللي مش قادرين، يعني اختار موسى اللي قال انني ثقيل الفم واللسان ولست صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا من قبل من امس، لكي يجعله كليما له، وترك كتير من الفلاسفة والعلماء، وقال انه اختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الاقوياء والمصدر وغير الموجود، وجهال العالم ليخزي بهم العلماء. يعني ناس فاكرين لو السيد المسيح جه تاني للعالم هيجي يشتغل بالكمبيوتر وبالفاكس وبالتكنولوجي وبالحاجات دي، ولا يختار ناس من أصحاب الشهادات ولا حاجات دي. ربنا برضو ما يختارش غير المساكين الذين يقفون في اتضاع أمامه، لألا لو الإنسان كان قوي يفتكر أن العمل اللي بيعمله يرجع إلى قوته مش إلى قوة الله. لكن الضعيف لما بيشتغل بيشتغل بقوة ربنا، وإن افتخر يفتخر بالله الذي أعطاه قوة. ناس كتير يخشوا في خدمة وربنا يعطيهم نجاح في الخدمة فيرتفع قلبهم ويظنوا ان مفيش حد يعرف يخدم غيرهم، واذا ارتفع القلب هبطت الروح وضاعت النعمة من حياة هذا الانسان، ويبتدي بالروح ويكمل بالجسد. ربنا عايز الخدام المساكين الذين لا يفتخرون بخدمة، ويقول له في انا الضعيف انت يا رب تظهر قوتك. جاء المسيح يبشر هؤلاء المساكين بالروح ويقول لهم لا تخافوا انا معكم، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. ووقفت المسيحية في ضعف أمام الدولة الرومانية العنيفة، أمام نيرون الجبار، أمام ديوقلديانوس، أي أمام أريانوس والي أنصنة، أمام جاليريوس ودازا، أمام كل الناس الجبابرة. وربنا كان مع المساكين، وجاء الوقت الذي فيه ديوقلديانوس أصيب بالجنون وترك عرشه
وقسطنطين أعلن مرسوم ميلان الخاص بالحرية الدينية. ربنا ما كانش مع الكتبة والفريسيين المفتخرين بعلمهم وأنهم قد جلسوا على كرسي موسى لكي يتحدثوا عن الشريعة للناس، لكن كان مع هؤلاء الصيادين البسطاء أمثال بطرس ويوحنا ويعقوب. ربنا كان مع داود المسكين ضد شاول الجبار، ولما داود بقى جبار كان ربنا مع أوريا الحثي ضد داود. هو امتى الانسان يعيش مع ربنا؟ ان عاش في مسكنة القلب. لما اختار التجسد ولد من قرية صغيرة هي بيت لحم، وفي مزود بقر حقير بالنسبة لكل مساكن الناس، لكنه كان مع هذا المزود المسكين وجعل أباطرة العالم يأتون لكي ينحنوا أمام هذا المزود وينالوا بركة منه فيما بعد. وإذا ببيت لحم الصغرى تصير بلدا لها مجدها ولها ذكرياتها ولها قداستها، يعني مش بس مع المساكين في البشر، حتى مع المساكين في المدن. واختار عذراء مسكينة هي مريم، لم يكن هناك من يعولها، لكي يجعلها أعظم نساء العالم كله. ومريم نفسها في تسبحتها قالت عن الرب: أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. في التجسد نرى هذا المبدأ، مبدأ الاتضاع العجيب، ومبدأ محبة المساكين، ومحبة الذين ليس لهم أحد يذكرهم. هكذا كان الرب في عنايته بكل هؤلاء. كان مع يوسف الصديق الذي كان مسكينا وسط أخوته اللي أخذوه ورموه في البير وباعوه وهو غلبان وسطيهم، لكن كان معه وجعله أعظم منهم وجعلهم يأتون ويسجدون بين يديه. ربنا دايما مع الحق المنسحق ضد الباطل المنتفخ المتكبر. ده اعطانا امثلة عجيبة جدا في حكاية المساكين دي. طوب في السي الأرملة، الأرملة المسكينة اللي ما دفعتش غير هذا الشيء البسيط أكثر من كل الذين أعطوا، وطوب كأس الماء البارد الذي يعطى بمحبة أكثر من كل العطايا الكبيرة. دايما ربنا يبشر المساكين. اي عمل صغير تعمله من اجل ربنا، ربنا لا ينساه. قال: مسحني لابشر المساكين لاعصب منكسري القلوب. تلاقي الانسان التعبان اللي دمعته على عينه هو اللي يقف ربنا جنبه علشان ينقذه من وادي الدموع، بعكس الناس اللي هيصين ومن يملؤون الدنيا لهوا وضجيجا. والجئت لأعصب منكسري القلوب.
في كل مرة تعمل بر خاف على نفسك لألا يرتفع قلبك فما يكونش ربنا جنبك. لذلك الكنيسة بتدينا المزمور 50 نقوله في كل صلاة، لأن بنقوله فيه القلب المتخشع والمتواضع، القلب المنكسر لا يرزله الله. كتير أو بننسى أنفسنا إذا أصابنا شيء من النجاح، ولا نصير من المساكين اللي ربنا بيحبهم، ولا من القلوب الكثيرة التي عصبها. بيقول أنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. بالأكثر المأسورين من الشياطين ومن العادات الشريرة ومن الخطية التي طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. ربنا جاي ينادي بدول إن ليهم إطلاق، يطلقهم من سجن الخطية ويعطيهم، بس اللي يلجأوا إليه. مش مسائل إنسان يقول أمشي في الخطية عشان ربنا يقف جنبي، لا، هو يقف جنب الخطاة الذين يريدون التوبة، الذين يطلبون التوبة بدموع وهم عاجزون عنها، يقف جنبهم ويديهم نعمة. لكن البار المفتخر ببره لا نصيب له عند الله. روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. يا ريت كل واحد فينا تكون هذه أيضا رسالته، يعني أنت اعمل عمل الرب أيضا لكي تبشر المساكين، لكي تنادي للمأسورين بالعتق. ولإلهنا الملك الدائم إلى الأبد. Thank you.